مرحبا فيكم من جديد بهذا الدرس عن أسئلة الإيهاكا بالعربي. المرة الماضية عملنا 10 أسئلة، واليوم راح نكمل ب10 أسئلة تانيات. ومنبدأ بالسؤال الأول مشان ما نطول عليكم. كنا وصلنا للسؤال رقم 11، وسؤال رقم 11 عم بيقول لكم فيلشي فولجين فور داستري مومنت هاتيس wenn die Motordrehzahl außerhalb des grünen Bereiches gefahren wird. عم بقول لك ايش الشغلات اللي راح تاثر على عزم الدوران في حال كان عداد السرعه خارج النطاق الاخضر. الجواب واحد فقط هو الصحيح، اللي هو das Drehmoment fällt ab، يعني عزم الدوران عم بينخفض في حال كنا خارج النطاق الاخضر. هذا هو الجواب الوحيد الصحيح، بنحفظه مثل ما هو. Das Drehmoment fällt ab، عزم الدوران في تناقص. وسؤال رقم 12، welche Folgen für den Kraftstoffverbrauch hat es wenn die Motordrehzahl außerhalb des grünen Bereiches gefahren wird. عم بيقول لك ايش الشيء اللي راح ياثر على استهلاك الوقود في حال كان عداد سرعة المحرك طبعا خارج النطاق الاخضر. هو مشابه للسؤال اللي قبله، لكن السؤال قبله عن الدري مومنت، هون عن الكرافتشتوفر براوخ اللي هو استهلاك الوقود. اذا الجواب واحد فقط، دير كرافتشتوفر براوخ شتايكت ان، يعني استهلاك الوقود في تصاعد، استهلاك الوقود يعني غير اقتصادي وفي تصاعد. السؤال رقم 13 عم يسألك فيلشي جانج فال بيجنوستيكت اين نيدريكن كرافتشتوفر براوخ، عم بيقول لك اي غيار بامكانك تحطه يعني يقع على عاتقه تخفيض استهلاك الوقود بالسياره. الجواب واحد فقط اللي هو يدرغانغ. اي غيار كفيل بهذا الشيء، شرط متم دي تريتسال ديس موتورز ام جرونن بيرايش فيربلايبت. اي غيار كفيل بانه يكون هو احسن خيار لاستهلاك الوقود، شرط انه هذا الغيار يحافظ على عداد السرعة بالنطاق الاخضر. هذا هو الجواب الوحيد الصحيح. والسؤال رقم 14، welche Motoren werden hauptsächlich bei Nutzfahrzeug eingesetzt. هاي احفظوها مثل ما هي، صراحة انا ما كتير ملم فيها، لكن هو الديزل موتور فقط لا غير. محرك ال LKV ديزل موتور، محرك البوس ديزل موتور، فاحفظوه مثل ما هي، سؤال غير مكرر، ديزل موتور فقط. هذا كان السؤال رقم 14. والسؤال رقم 15، wo finden Sie den im Hinblick auf den Kraftstoffverbrauch des Motors idealen Drehzahlbereich. عم بيقول لك وين ممكن انك تلاقي تعليمات بتدلك على السرعة المميزة، السرعة اللي من خلالها بتستهلك وقود قمة في الاقتصادية، وين بتلاقي هاي المعلومات؟ عادة هاي المعلومات بتلتقى مع المصنع بيكتبها بالبروشور بكتيب التعليمات، اللي هو هون الجواب بيكون in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges، يعني بكتيب التعليمات تبع السيارة. جواب واحد فقط، in der Betriebsleitung، عفوا in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges، فقط في كتيب التعليمات عفوا اللي هو البروشر. هذا كان السؤال رقم 15. والسؤال رقم 16، wodurch erfolgt die Reduzierung der schädlichen Abgase eines Dieselmotors. عم بيقول لك من خلال شو بامكانه الواحد يخفض من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي هو الغاز الخانق في محركات الديزل. طبعا لما هو عم يسألك على ريدوتسيرونغ، هاي الكلمة معناها تخفيض، حتى في محلات الألبسة، في أي محلات راح تلاقوا شيء اسمه ريدوتسيرونغ، هو التنزيل التخفيض. حتى سرعة الإنترنت لما بتخلص عندك الباقة بيقولوا لك ريدوتسيرونغ، فالجواب هو بيكون دورش أب غاز ركفورونغ إن كومبيناتسيون مت أينم ديزل بارتيكل فلتر. يعني بيقصدوا بهذا الكلام، اول شيء لازم نفهم هذا المصطلح اللي هو الابغاز روكفورونغ. ابغاز لحاله هو اي وقود للسيارات اسمه غاز. ابغاز هو الشيء اللي بينبعث فضلات من الغاز من الشقمان من الاوسبوف.
هذا اسمه اب غاز، مثل ما عندنا فاسر اللي هو الماء الصالح على الشرب، وعندك اب فاسر اللي هي مياه الصرف الصحي. فاب بنحطت لحتى تكون انه فضلات، اب غاز، اب غاز روك فورونج، اعاده التدوير روك فورونج. في بالسيارات الحديثه جهاز موصول ما بين الاشكمان اللي هو المدخنه تبع السياره، بياخذ جزء كبير من الشحوار او من الكربون او من الدخان المنبعث، بياخده بيرجعه على البسطون على غرفة الاحتراق مرة تانية، وبيدخله مع جرعة الغاز الجديدة مع جرعة الديزل الجديدة وبتم تفجيره. هيك بيضمن أقل يعني نسبة ضئيلة من التلوث. هاي بيرمزول عفوا بالأبغاز روكفورون إن كومبيناتسيون. كومبيناتسيون هي مجموعة، كومبيناتسيون مت أينم ديزل بارتيكل فلتر اللي هو الفلتر المعروف، الفلتر البارتيكل فلتر هو الموجود بقلب منه اللي بيحافظ على نقاوة الجو. هذا كان الجواب الوحيد. والسؤال رقم 17، فيلشي بيدويتونغ هاتير بيكريف كينيماتيشي كتي. طبعا للي شاف الدرس الثاني، الدرس اللي قبل هذا، كنا شرحنا عن الكينيماتيشي كتي، لكن الكينيماتيشي كتي بنرجع بنعطي عليها اوكمبليك اللي هي مثل ما نكون شايفين، هاي هي الكينيماتيشي كتي اللي هي سلسلة الحركية من دوران المحرك وحتى وصوله الى العجلات. هاي ما يسموها بالكينيماتيشي كتي اللي هي السلسلة الحركية. اذا الجواب الوحيد هو الكرافت فير لاوف فوم موتور بيستودين ريدر اللي هو حركة الدوران من المحرك حتى وصوله الى الدوالي. هذا كان الجواب الوحيد الصحيح فقط. والسؤال رقم 18، Was sagt die Drehmomentkurve auf einem Leistungsdiagramm aus؟ عم بيقول لك الخط البياني تبع السرعة، الخط البياني تبع السرعة اللي هو الدري مومنت كورف، الخط البياني تبع السرعة على اللايستونغ دياجرام. اللايستونغ دياجرام هو هذا اللي شايفينه هون، هذا هو اسمه اللايستونغ دياجرام اللي هو الجدول البياني تبع الاستطاعة. اللايستونغ استطاعة، اللايستونغ دياجرام هو جدول الاستطاعة او جدول العزم. هذا هو الجدول. عم بيقول لك ايش هو بتمثل الكورف هاي، ايش هو بتمثل الخط البياني تبع السرعة. اذا جواب وحيد فقط طالما قرينا هون الدري مومنت كورف، ومن تحت في عندنا الاحتمال الوحيد اللي فيه كلمة دري مومنت هو الصحيح. يعني هذا الواحد بيمكن أن يعلمه تعليم للعلم يعني فقط. هذا السؤال بإمكانك تعلمه تعليم، لكن لو بدك تتعلمه بشكل أكاديمي فالدري مومنت فير لاوف أب هينجيك فوم دري فوم دير دري تسال عفوا اللي هو الدري مومنت، بنرجع بنعيد، دري مومنت فير لاوف اب هينجيك فون دير دري سال اللي هو عزم الدوران مرتبط بعدد الدورات، عزم الدوران مرتبط بعدد الدورات. هذا هو الشيء اللي بيمثله الخط البياني تبع الدري مومنت كورف. هذا هو الشيء اللي بيمثله، هذا هو الجواب الوحيد الصحيح. هذا كان السؤال رقم 18. والسؤال رقم 19، Was bedeutet der Begriff Spitzenfischer Kraftstoffverbrauch؟ ايش هو بيعني هذا المصطلح اللي هو Spitzenfischer؟ هذا بدكم تحفظوه صراحة مثل ما هو. هذا بالنسبة لاستهلاك الوقود. Spitzenfischer بيعني اقل استهلاك طائل للوقود باقوى عزم، اللي هو الكرافتشتوفر براخ. تنقلوها من السطر الفوقاني اللي هي بصيغه سؤال، كرافتشتوفر براخ تنقلوها مثل ما هي وبتنزلوها لتحت وبتحطوا حرف العطف اللي هو ان جي على كي في ها. كي في ها اللي هو الكيلو وات ساعي، كيلو وات ساعي كي في ها. مثل ما قلنا بنحط ان جي على سلاش اللي هي الشخطه المايله هاي، ومنحط كي في ها اللي هو الكيلو وات الساعي. هذا هو الشيء الوحيد اللي بتعنيه صراحة هون، أنا ما فيني ساعدكم، هاي بتكون تحفظوها مثل ما هي. الشيء الوحيد اللي راح تحفظوه هن أربع أحرف بالتمام والكمال. كرافتشتوفر براخ راح تنقلوها من فوق لتحت مثل ما هي بصيغة السؤال، والشيء اللي راح تحفظوه كي كي في ها فقط لا غير، تنقلوه مثل ما هن يعني عادي جدا جدا الموضوع. والسؤال رقم 20 اللي لازم نختم فيه عشان يكون 10 أسئلة وما نطول عليكم، Was stellt die Leistungskurve auf einem Leistungsdiagramm dar؟ ايش اللي بيمثل الخط البياني تبع الاستطاعه على مخطط الاستطاعه؟ ايش الشيء اللي بيمثله؟ فطالما قلنا من قبل بالدرس الثاني او الاول ما عاد اتذكر انه الكي في اللي هي الكيلو فات،
كيلو فات هي اللايستونغ باللغة الألمانية، فبتكون تدوروا على الاحتمال اللي موجود فيه كيفي، هذا هو الاحتمال الوحيد الصحيح. فإذا فيرلاوف تير لايستونغ إن كيفي كيلو فات باي بشتمتم دريت سال دريت سال عفوا، هذا هو الاحتمال الوحيد الصحيح. هذا كان السؤال الأخير وبنختم فيه. إن شاء الله يا رب الشرح يكون مفيد. إذا كان في أي استفسار أي سؤال بإمكانكم تكتبوا بالتعليقات من تحت، لكم مني خالص الشكر. وصلوا هذا الفيديو للناس اللي بتعرفوهم ممكن يستفيدوا، لأنه أنا نفسي رح استفيد يعني من انتشار هذا الفيديو. لكم مني خالص الشكر والسلام عليكم.